متابع سوا حلقتنا اليوم. وهلأ صار وقت الأكل، فنحن وياكم نتعرف شو رح نطبخ اليوم نحن وإستال فلفلي. هاي إستال. هاي بني، كيفك؟ ماشي الحال؟ هلأ أنا بس بعرف بقلي بيض. أوكي، ما تتكل علي بشي صراحة. اليوم بدي أعلمك تشوي فلافل. إشوي فلافل؟ بعرف فلافل مقلية أنا، كيف مشوية؟ أوكي، هلأ مثل ما بتعرف أنه الفلافل موجود كتير عنا، هي تراديشن إذا بدك عنا بلبنان وكمان أكتر بسوريا. بتحس أنه الأشخاص اللي بيأكلوا يعني اللي بدون ياخدوا شيء سريع، ياخدوا شيء هين، ياخدوا شيء طيب، أول شيء بيفكروا بأنه في عنا الفلافل. فنحن من نجرب هالتراديشن اللي عنا إياها نقلبها شوي هيلثي، ما تكون مشبعة بالزيت ومقلية. يلا هات لنشوف كيف فلافل مشوية. استاذ أنا بدي حييكي، بس قلت ما فيك تساعدها، بس فينا نساعدها بال بندوق، بدنا ندوق وناكل. ما هيك بس بدي اعرف مشوية على شو، على الفحم، على الفرن، على شو؟ اوكي، لا نحن بنعملها بيك بالفرن. يا اما زيت كانولا يا اما اي نوع. هلا بنفضل ما يستعمل زيت زيتون لما تكون حرارة عالية كتير. أوكي. لوقت طويل، الا اذا ما بدنا نطول كتير البيكينج، بس هي لانه بدها 20 مينوت. صراحة انا جربتها مرة ولقيتها عن جد كتير طيبة، بالعكس اقل زيت يعني عن جد طعمه طيب. يعني لانه اجمالا الفلافل ثقيله لانه فيها كميه عاليه من الالياف اللي هن الفايبرز. وهلا بنشوف انه تقريبا حس السيرفينج تبع الفلافل عم بيعملنا تقريبا 25 جرام من الالياف اللي هن انتير من الريكومنداسيون تبع النهار. فليش بدنا نقلب هيدي الاكله لاكله غير صحيه؟ اول شيء رح اقول شو الانجريدينتس بس تعرف ليش هي صحيه. اول شيء عنا الحمص اللي هو من الافضل انه يكون ناشف مزبوط، بس يعني مسفى كثير منيح من المي ومنقوع على 8 ساعات قبل بليله. يعني بيرجع عنا الفول. هلا للاشخاص اللي فيها تستعمل الفول اللي هن البيست تطحنهم مثل ما انا عملت لهون، لانه في اشخاص بيكون عندها وجع بالمعده او بتحس انه ما كثير عم تقدر تهضم كميه حبوب عاليه، فمن الافضل انه واحد يعملها بيست. ان كيس الاشخاص ما عندها مشكله فيها تستعمل حبوب وكمان تسلقها اكيد مثل استيل. عاده الفلافل يلي بناكلها دائما فيها فول ولا في اشخاص بتكون هيك؟ في اشخاص بتستعمل بس الحمص. بس كمان في كتير ريسيبيز بيحطوا الفول فيها، وخصوصا هلا لانه كرمال الصيام عنا، فاجمالا عم نزيد من كميات الحديد كرمال الشخص يقدر يستفيد اكثر شيء من البروتينز الموجود، الفيجيتابل بروتين الموجود بالحمص ومن الحديد كمان الموجود بكميه عاليه بالحمص والفول. كمان اكيد ما نستعمل كزبره وبقدونس، ما بعرف اذا رح تعرف تفرق بيناتهم. انا عندي مشكله مع الكزبره. ما بتحبها؟ لا، اذا بتحطيها بالطبخ مش مبين كثير بكلها، بس انه هيك كزبره عندي مشكله مع ريحتها. هي ما كثير رح تبين بتاكل فلافل اجمالا. هو اجمالا بينحط لها كزبره، سو ما كثير مبين نكهتها. ان كيس ما بتحب فيك تستثنيها للاشخاص اللي هن ما بحبوا الكزبره، او فينا نحط يعني وحده منهم يا كزبره او بقدونس. كمان بدنا نحكي اكيد في عنا البصل، عنا التراتور اللي بدنا نقول قد ايه سيرفينج لازم ناخذ، لانه اجمالا اذا كان بيكت الفلافل المشكله صار عنا بالدريسنج اللي هو التراتور الموجود هون، قد ايه كميه فينا ناخذ منها. وكمان عنا الطحين بالاخر لنحطه بالمزيج كرمال تمسك العجينه. انا هون اخترت طحين الشوفان، في الاشخاص تختار النوع الطحين اللي هي بدها اياه. بدك شو الفلافل ولا للفلافل ما يفرد بالفرن. اوكي، هلا انا بنستعمل دائما طحين، اذا كان مقلي كمان عم نحط طحين. طبعا هن بيحطوا طحين ليقلوه او ليشوه كرمال الفلافل اللي ضل شوي متماسك الكرويات. صح، هلا عم شوف استاذ شغله ما حكيتينا عنها، هي توم. مزبوط، الثوم والبصل اثنيناتهم الفلافل في ثوم وبصل. صح، وانا اقول وفي بالتراتور في عندك ثوم كمان. للاشخاص اللي بتفضل انه اكيد يعني الواحد يمكن يخترع ريسبي هي على ذوقه تعجبه، بس اجمالا هاي هي التراديسيون بالفلافل.
فأول شيء بدنا نحكي عن المنافع تبع البقدونس اللي هو كتير عالي بالمضاد للأكسدة، وهول المواد المضادة للأكسدة كتير برهن الدراسات إنه فعلاً عم يعني كتير في احتمال إنه تساعد على الأمراض السرطانية، إنه to prevent هالأمراض ونتوقيها. كمان مثل ما حكينا للأشخاص اللي هن vegetarian ما بيقدروا ياخدوا كميات من الحديد من اللحمة أو من البروتين، هالكومبينيشن اللي معقول تصير بيه ساندويش الفلافل، إذا نحن عم نحكي عن ساندويش مش فلا بين الخبز والبقوليات يعني اللي هن كل شيء من الحبوب، هيدي بتأمن كومبليت بروتين. أوكي أنا عم بشرح زيادة لأنه هي هين كتير الريسيبي، ما بدي أكتر من أنه نستعمل 1 كوب من الحمص. بدك ساعديك هلا نحن بدنا نعبي هون 1 كوب، هيدا الكوب بس بدنا نعبيه. فمنشوف اوكي ثانك يو، وبدنا نعبي 1/2 كوب من البيست تبع الفول. يعني كل كبايه حمص نص كبايه فول. صح مزبوط. نحن ما عم نكتر كثير من الفول، بس للاشخاص اللي هن مش حابين يستعملوا بيقدروا انه ما يستعملوها. نعم ايه بعد شوي بعد بساعة حبتين ايه خلص. بس هي هيدي المعلقة كتير صغيرة على فكرة. انا هيك عم بتخيلك بالمطبخ انت حدا. لا لا ما تتخيلي، لا بحب الاكل. تنوجد بالمطبخ باوقات الطبخ والتحضير؟ انا غرامي اعمل طبخ. صحيح هيك؟ ايه. شو بتطبخ اكتر شيء؟ انا بعرف انه غرامك تاكل اكتر ما انك تطبخ. انا كل شيء له علاقة بالجبنة غرامي اكل وغرامي اعمل الاكل. ايه؟ مثل شو مثلا بتحضر؟ بعمل باستا مع جبنة. إذا قليت بيض بحط جبنة بقلبهم وعوجهم وتحتهم وفوقهم. أي نوع جبنة أكثر شيء بتحب؟ ما في خبرك كل أنواع الجبنة صراحة. بس شيء كتير بنصح. صحتين استاهل. هون دايما بيحذرونا أخصائي التغذية من الفات أو الدهون اللي بتحتويها الأجبان. صح؟ صح. اللي هن ساتوري لأنه من سورس أنيمال. فكرمال هيك الأشخاص اللي بدهم يتناولوا الجبنة وخصوص الجبنة الفرنسية لازم ينتبهوا على الكانتيتي. أما الجبنة اللي هي أقل دسم ممكن اللي هي الأجبان اللبنانية إجمالاً منقلن منخدن من السوبر ماركت، عنا أقل شيء هنا العكاوي والدوبلو كرام، هن أقل شيء بالفات. وكمان للأشخاص اللي أقل اثنين ما بحبهم ما بيعنولوا طلعوا لفيني لا العكاوي أبداً ولا دوبلو كرام. أوكي لكن بدك تقلل الحصة تبع ولدك أو بدك تعدل خلال النهار. هلأ نحن حطينا كوب من الحمص. هيدا النص كوب من الفول البيست. تنعمل كم قرص؟ تنعمل تقريبا 12 ل 14 قرص حسب قد ايه انت بتعمل بزينة يعني. صح. اوكي كمان عم نحكي عن هون البقدونس. بقدونس بدل الكزبرة. بدك بلا كزبرة؟ ونحط اثنين. هو نحن بنحط بقدونس بنحط كزبرة. اوكي وكمان عنا الثوم. ثوم كم حصة؟ كمان الثوم ما بنحس فيها. خليني أقرب لك التومات. ما بنستطعم استيل دايما بالثوم. لا لا ما بنستطعم. فينا نقلل للأشخاص اللي هن عندهم يعني كتير بيتضايقوا من الموضوع. أنتيبيوتيك كمان الثوم لا رشح منيح. أنتيبيوتيك؟ أوكي فيه أنتي أوكسيدان. That's it. أوكي أوكي يعني يعتبر رح حط اثنين. اوكي وراح احط من البصل اللي هو اجمالا رح نحط تقريبا نص هيدا بصله كامله بس لانه حجم كبير فللاشخاص اللي فيهم يحطوا بصله صغيره او نص بصله. هلا اللي كنت مفتكر انه الفلافل كلها حمص وفول وطلع فيها بصل وثوم وكزبره يعني عن جد كزبرة ميديتيرينيان دايت اذا بدك. رح نحط شوي من الملح بس بدنا بس ملعقه صغيره. اوكي انا بعتبر انه صارت بتحرص انك تعزم على ساندويش فلافل لانه فيها كل المكونات. صح بس بدها علبه علكه من بعدها ما بعرف. هلا ما بتحس بالطعمه. بتحس انت عم تطبخ لتعرف قيمه الاشخاص اللي بيطبخوا شو بس هلا عرفت شو عم بفوت على معدتي. مش هيك بس اقول واحد اكل ساندويش فلافل يعني فعلا بحسها انه It's a complete meal. مشان هيك عم نعملها مشوية لما تكون مئزية يعني على القليل تكون مفيدة بلا ما تكون مئزية. مشوية
اوكي بدنا نحط نحطها بالفود بروسيسر. اوكي بس لحظه نص فرمه لا بس كرمال البيست اجمالا بس بدنا نتاكد انه ندوق هلا من هلا رح ندوق بالاخير هن بالاخير رح نحط نحطها بصينيه و... ما حطيت بعد ملح او شيء لانه حطيت انت كنت قبل حطيت الكمون والملح أوكي. اوكي هي نص ملعقه نص ملعقه صغيره يعني حسب الطلب بس اجمالا ما لازم كثير نكثر من الملح وكمان ملعقه صغيره من الكمون اللي هي هيدي الملعقه 5 جرام يعني هي الكمون أوكي. بتساعد إضافة للطعمة إنها تخفف الإزعاج ما هيك من شان هيك بنحطها مع الفلافل الكمون طبعا بس هي كمان مشهورة بالطعمة اللي هي التراديشنال هلا بدنا بدها وقت هي يعني ريحة حلوة بدها وقت وبدها كمان طبعا نحطها ب تو بيك بالفرن على حراره 180 درجه لحدود ال 20 مينوت هلا اكيد الشخص بي يعني يو كان تشيك قد ايه بدها وقت بعد وهيك بتتاكد اوكي اوكي طبعا نكفي بالخلط رح نحكي اكثر انه بنعمل كرويات بالايد او فينا نجيب اللي هي الماشين اللي هي خاصه بالفلافل اللي بنحط فيها الدوائر على الصينيه ندهن الصينيه بزيت الكانولا يعني بشكل خفيف افضل من زيت الزيتون لانه ما بيتحمل حراره عاليه أوكي. ومنحطه بالفرن على 180 درجه ل 20 مينوت فيني انت من الاشخاص يلي عندهم ممنوعات بالاكل يعني هيدا الشيء ما بياكله ابدا بمتنع عنه ولا ما عندك مشكله؟ اكيد اجمالا في قصص ما بهضمها يعني في الثوم بالليل بيزعج بضل يزعجني لتاني نهار الفليفله الفجل البصل اذا مثلا ني كمان بصل يعني في كم شغله بتزعجك بتتفاديهم اوكي عفاف كمان بدي اقول انه من بعد ما ينخلط المزيج هون منزيد كميه كبيره سوري ملعقه كبيره من الطحين تبع الشوفان لا تمسك العجينه وساعتها منقرصهم لرونديل ومنحطهم على الصينيه قبل ما نختم بدنا نحكي شوي عن التراتور اكزاكتلي كرمال التراتور انا بلاقي اهم شيء التراتور على فكره انا بزيد كثير بحب كرمال التراتور صح في اشخاص بتعملها رخوه في اشخاص بتعملها اشد اكيد من الافضل للاشخاص اللي بدهم يعملوها اشد ما يستعملوا كثير من الطحينه يستعملوا شوي من النشا او السبستيتيوشنز كرمال نقدر نخفف من الكالوريز ملعقه كبيره من التراتور هي قد 100 هي 100 سعره حراريه بينما وحده من هيدي الفلافل عم نحكي عن 57 كالوري اللي هي 51 كالوري مضبوط بس هولي انا مرفعتهم يعني هون اذا بدك الاثنين 57 كالوري 57 اما عم نحكي عن بال اجمالا ايه اكيد فيك تدوق اجمالا عم نحكي بالساندويتش بنحط 3 to 4 وطبعا هدول يعني ما فيها كثير كالوريز يعني ما فيها كثير كالوريز خصوصا انها بيكت التراتور ما بعرف اذا لا فيني لا قد ما شو قد ما حبينيها مش عم نوقف كثير طيبة نحن هلا بس بدنا نتشكرها لا فظيعين هلا بدنا نشكرها لاستيل لانه علمتك كيف تعمل فلافل وهلا رح تعزم اصحابك على الفلافل بعدين رح اعمل فلافل واعزمكم خلص ما هيك شوية بس ميرسي استيل